حرم الشهيد عقيد أركان حرب أحمد الدرديل، قائد معركة الرفاعي بالشيخ زويد 1/7/2015. أحمد أنا وهو ولاد خالة، إحنا من صغرنا وإحنا مع بعض وكبرنا مع بعض. لو عايزة أحكي لكم عن أحمد هقعد ساعات، ما أقدرش أوصفه في كلام، صعب يعني صعب جدا أتكلم عليه. بس أقدر أقول لكم وهو في ثانوي كانت أمنية حياته إن هو يبقى مقاتل في الجيش المصري، وفعلا الحمد لله ربنا حقق له أمله ودخل الكلية الحربية سنة 96. من أول يوم بقى ليه في الكلية الحربية مصنع الرجال، فعلا كان بقى هدفه الجديد إن هو يبقى شهيد في سبيل الله، وكان بيطلبها من ربنا في كل صلاة سبحانه وتعالى، والحمد لله ربنا حقق له هدفه وأمنيته الحمد لله. أحمد بعدها اتخرج دفعة 93 حربية سلاح مشاة، وبعد كده التحق بالجيش التاني الميداني في مدينة القنطرة في الإسماعيلية. بعدها اتخطبنا واتجوزنا، احنا استمر جوازنا 10 سنين. عايزة اقول لكم ان ال10 سنين دول كل ثانية فيهم كان أحمد فيهم معيشني فعلا في الجنة، لحظة فعلا من الجنة. فكلمة زوج مثالي أو أب مثالي أو ابن مثالي بر بوالده ووالدته، أي الكلام ده كله قليل عليه، ما أقدرش أوصفه، ما أقدرش أوصف كان قد إيه راجل، قد إيه شجاع. أحمد بعد جوازنا بفترة صغيرة سافر مهمة قوات حفظ السلام في السودان. كان في الفترة دي صعبة عليا أنا قوي، لأن إحنا ساعتها كان ربنا رزقنا بعمر، وما كانش أحمد قدر يجي ويحضر ولادة عمر، ما جاش غير بعد لما عمر كان عنده 3 شهور. وقال لي معلش استحملي ده قدرنا، إن هو كل ضباط قوات مسلحة وقتهم مش في إيديهم ومش لبيتهم، فأنا معتمدة عليكي واثقة إن أنتي تقدري تقفي مكاني. وفعلا الحمد لله ما كانش أي نعم بيبقى موجود معانا كتير وبنزلنا أجازات قليلة، بس كل ثانية كان بيقضيها معانا في الأجازة كان بيعوضنا كل الوقت اللي كان بيعد عننا، عمره ما حسسنا إن هو بعيد أبدا، دايما كان قريب مننا ومعانا وفي كل مشاكلنا دايما كان بيبقى قريب، حتى لو هو في الشغل. حتى كان أيام ثورة يناير أيام الانفلات الأمني كان ساعتها قاعد يعلمني حاجات كده صغيرة أعملها كل ما يطمن علينا في التليفون، يقول لي عشان لو حد هجم مع البيت تقدري تدافعي عن نفسك انت وعمر، انا موثق وعارفه ان انت هتقدري. فالحمد لله ربنا يكون يا رب قد المسؤوليه. بعد كده احمد دخل يعني خدم في الكليه الحربيه، بعد كده دخل كليه القضاء والاركان، خد ماجستير علوم عسكريه اركان حرب. في الفتره دي بقى كان كل هدفه ان يتنقل شمال سينا، كان بيقول لي نفسي اروح على خط النار الشيخ زويد رفح او العريش، كل امنيته ان يبقى هناك. طبعا لما قال لي الكلام ده على قد ما انا كنت خفت وقلقت انه يتنقل، على قد ما انا حسيت قد ايه متجوزه راجل فعلا، راجل بطل، راجل فارس، راجل بمعنى الكلمه ما يخافش من حاجه. بس لما اتنقل فعلا وربنا كرم وراح الشيخ زويد ما قاليش عشان عارف احنا كنا هنقلق عليه قد ايه. فاخر اجازات بعد ما اتنقل كان دايما بيبقى مبسوط قوي ومتحمس عايز يرجع الشغل بسرعه، حتى ساعات كان بيرجع قبل ما الاجازه بتاعته تخلص، وانا ما كنتش فاهمه، بس فهمت بعد استشهاده قد ايه ان هو كان عايز يرجع يدخل مداهمات، عايز يبقى مع الجنود بتوعه، لان هو دايما كان حتى بيقول لي انا العساكر بتوعي اهم عندي واغلى عندي من عمر. حتى كنت بقول له طب ليه اهم او اغلى من يعني ليه مش في غلاوه عمر؟ فقال لي عشان هم امانه في رقبتي. ففعلا الحمد لله كان قد الامانه. جالنا بقى كانت اخر اجازه كانت في رمضان، كنا ساعتها في فتره رمضان 2015. كان هو حس ان هو مش راجع تاني وقال لي انا مش راجع. فانا كنت فاهمه ان هو في القنطره، بقول له ليه دي القنطره الحمد لله امان انا مش قلقانه عليك خالص. قال لي لا انا زي ما بقولك انا مش راجع وعايزك ما تعيطيش، عشان كده بحاول ما اعيطش لان دي وصيته، وتقفي على رجليك عشان خاطر عمر وتكملي له تحفيظ القران الكريم، لان كان مهتم جدا بتعليم عمر القران وعايزه يختمه، هو دلوقتي الحمد لله في الجزء الخامس، ربنا يقدره يا رب ويعمل اللي بابا عاوزه. قال لي عشان لما يحفظ القران مش هبقى قلقانه عليه خلاص، القران هيعلمه كل حاجه في الدنيا، فانتي عليك تكملي له حفظ القران وتخلي بالك من نفسك وما تعيطيش، بس ده انا اللي كل اللي عاوزه.
وفعلا بعد ما رجع الشغل بعدها بحوالي 4 أيام جه بقى يوم 1/7. يوم 1/7 الفجر ده كان بيكلمنا، كلمني وكلم عمر وبابا ومامته واخواته كلهم، كان زي ما يكون بيقول لهم مع السلامة. قعد معانا يتكلم معانا وقت السحور لغاية الفجر. بعد كده أنا صحيت بعد كده على الخبر، خبر استشهاد. هو استشهد الساعة 10:15 يوم 1/7/14 رمضان. أنا أول ما سمعت الخبر مع شدة ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى، على قد شدة رحمته اللي بينزلها مع ابتلائه بيخلي الواحد بيها صبر، أول ما سمعت الخبر قعدت أقول الحمد لله الحمد لله ورا بعض، خايفة لساني يقف ثانية عشان ما أضعفش، ما أكونش من الصابرين، يا رب اكتبنا من الصابرين يا رب. فالحمد لله. فأنا عايزة أقول بس لكل أهالي الشهداء إن هم معانا، هم الحمد لله إحنا وعد ربنا وحسن ظننا بيه، يقول الحمد لله إن يتقبلهم الشهداء، ربنا اللي قال لنا أحياء عند ربنا يرزقون. فده الامل اللي احنا عايشين عليه، الحمد لله انهم احياء عند ربنا يرزقهم، هم شايفيننا عايزين زي ما احنا فخورين بيهم، عايزين هم كمان يبقوا فخورين بينا زي ما هم سبتوا في الميدان، احنا كمان نثبت ونثبت ونصبر ونطلع اولادهم زي ما هم عاوزين ويحقق لهم حلمهم فيه. فانا هدفي هدف ليه هدفين بس، امنيتي في الحقيقه اول واحد اكمل ختم قران عمر، والتاني حاجة نفسي أغمض عيني وأفتحها وأشوف عمر بطل زي بابا، كل ده اللي يهمني في الدنيا، وأمني بعد كده إن شاء الله نكون قد المسؤولية وربنا يلحقنا بيها على خير إن شاء الله في الجنة، ودي مش أي جنة، ده في الفردوس الأعلى يعني جنب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنقدر نطلب إيه أكتر من كده من ربنا يعني، نبقى طماعين. فالحمد لله وادعوا لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.